تعرف على طريقة وكيفية حل مشكل إضافات جميلة إلى تطبيق جوجل مابس. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على تطبيق جوجل مابس، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، بعدها سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، من ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق جوجل مابس، فيظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم جوجل مابس. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط